ورجعنا مع من الفاصل ومعانا مشيرة حماد، اهلا بيكي خبيرة التجميل. اهلا وسهلا، ازيك عامله ايه؟ الحمد لله. اخبار الجمال ايه النهارده؟ زي القمر. قولي، احنا النهارده هنحط السيمبل ميك اب ازاي اذا كان حد نزل مشوار الصبح بسرعه او البنوته راحه الجامعه، اللي هو السؤال التقليدي يعني. تمام، قولي لي احنا الاول بنبتدي بايه؟ احنا الاول عايزين نتكلم ان احنا ازاي بنجهز البشره، والبنات ازاي يهتموا ببشرتهم علشان خاطر لما تحط الميك اب يبقى شكله حلو. الروتين اليومي بتاعها بتبقى الغسول المناسب لبشرتها، ترطيب، سان بلوك، الحاجات الاساسيه اللي هي ما تستغناش عنها كل يوم. فنيجي بقى للفقره بتاعت ال، لا قبليها بقى استني عليها شويه، حته حته كده. قولي طيب انا عايزه اجهز، يبقى عندي بنوته صغيره عايزه احط على الشوفونير بتاعتها، احط لها كام حاجه كده نشتريها. اوكي، اولا الغسول إيه؟ اول ستيب الغسول المناسب لبشرتها، لازم تبقى عارفه من دكتور او خبير تجميل هي بشرتها نوعها ايه، دهنيه، جافه، عاديه، وتستخدم غسول طبي لبشرتها. دي الستيب نمبر 1. بعد ما بخلص بحط ترطيب، لازم اي بشره حتى البشره الدهنيه احط لها الترطيب المناسب ليها، وبعد كده السان بلوك المناسب. خلصت دول، بالليل كمان لازم ان انا بحط الترطيب قبل ما انام. دي الحاجات الاساسيه اللي لازم تبقى عند كل بنت على حسب نوعها. انا احط كمان كريم، في كريم بيتحط مثلا ترطيب، ترطيب بس صباحي ومسائي ولا ما بيختلفوش؟ هو نفس النوع، ما فيش مشكله، بس اللي بيفرق ان انا بالنهار بحط السان بلوك بعد الترطيب. ده لو نازله، لكن حتى لو قاعده حتى في البيت، لو قاعده ده حقيقي صيف شتاء. سان بلوك ده حاجه مهمه لبشرتنا لانه بيحميها من الاشعه الضاره للشمس. دي اقل مكونات تبقى موجوده قدامنا دي على دي الاساسيات اللي ما نستغناش عنها. ولازم سكراب نعمله مثلا مره في الاسبوع، بشتريه او بعمله من البيت، ممكن سكر وزيت زيتون، ده بينفع لاي بشره. اعمل سكراب دواير لبشرتي بس البشره تبقى طريه شويه يعني، واعمل السكراب ده كل اسبوع مره، بيشيل الجلد الميت. بيقعد على البشره قد ايه، نص ساعه مثلا؟ لا لا لا، انا بحطه وبعدين بشتغل عليه دواير دوائر سيركل كده علشان خاطر اقشر الجلد الميت عشان بشرتنا خلاص وبتشطف ميه عادي وخلاص، وبعدين احط الترطيب بتاعي فورا. دي الحاجات اللي هي بتخلي بشرتها نضره، وان هي لما بتحط اي ميك اب عليها بيبقى شكله حلو. طيب ندخل بقى على الميك اب، نحط لها ان يبقى عندها مثلا ايه، اي لاينر، ولا بيبقى عندها مثلا، عايزين نعمل لوك سيمبل قوي وحاجات بسيطه علشان خاطر الدنيا يعني بالنهار والصيف داخل والاي لاينر بيسيح وبيبقى فيه مشاكل كتير. تمام. اولا احنا لازم في خطوه البنات ممكن تعملها تعجبهم قوي، قطعه تلج تمشيها على وشها عشان نثبت الحاجه. وبعدين هنشتغل عملي ولا اقول لك؟ يلا نشتغل عملي. طيب اوكي، بصي احنا اوريدي احنا جايبين الموديل بتاعنا القمر، نرحب الاول بيها. نور، صح؟ نور نور، وانتي نور. يا زي القمر. بصي احنا هنشتغل على بشرتها، احنا عاملين البيزك، عاملين الاساسي يعني قبل ما ندخل هوا عشان بس نستغل الوقت شويه. عملنا الترطيب والسان بلوك والفاونديشن. اوكي، الحواجب هي ما شاء الله هي حواجبها حلوه. تمام، فاحنا ممكن ما نبقاش محتاجين اكتر من ان احنا نمشطها، نسرحها يعني كده. اوكي، ولو في مثلا ديل الحاجب عايزين نظبطه او الشيب بتاع الحاجب نظبطه، بنظبطه يا اما بالباودر يا اما بالقلم على حسب. طب احنا هنسهل على الناس، لو ما عنديش الفرشه الخاصه ممكن بفرشه السنان قديمه، صح؟ فرشه سنان قديمه، فرشه مسكرة قديمه، ما فيش مشكله. المهم الفكره بس ان انا لما بسرح الحاجب شكله بيبان واعرف ارسم عليه، فاهماني؟ فلما بلاقي فيه اي ديفو مثلا حتى هنا مثلا من الجنب او حاجه بكمله عادي كده. انا رايي ما تحطيش حاجه يا نور وانزلي كده على طول. وارجع مشط كمان. لا هو هي عندها بس ديفو هنا وانا كملته لها واحنا بنعمل الشغل يعني، فهماني؟ علشان يبقوا الاثنين نفس الشكل بس. فهي مش محتاجه شغل كتير عليه، وبرجع اسرحه تاني علشان يبقى خفيف، ما يبقاش الرسمه باينه. بصي يبقى شكله ناتشرال جدا. ده بالنسبه للحواجب. تمام، اول خطوه بنعملها قلنا بنحط الترطيب بعد ما بننضف بشرتنا كويس، بنحط الترطيب وبعدين بنحط السان بلوك، وبعدين بوزع الفاونديشن على البشره كلها. الفاونديشن بقى انت بتوصي ان هو يبقى نفس درجه البشره، صح؟ بلاش الفاتح قوي ولا الغامق. نفس تون البشره، نفس الدرجه بتاعت بشرتنا علشان ما يبقاش اوفر قوي. وفي بنات بشرتها كويسه مش محتاجه انها تحط فاونديشن، ممكن بس مثلا كونسيلر، احط بس جزء بسيط كده كونسيلر واكمل بيه، مش لازم يعني يبقى كتير، نقطة مثلا كده. ده عشان تحت العين بيبقى اغمق شوية.
كالون يعني بتحطيه علشان تحت العين بيبقى اغمق شويه. اه حالات يعني السهر بقى وانت فاهمه. بصي كده مذاكره، هنعتبر ان السهر مذاكره. انا كده تمام. بس فوق انت في جامعه يا نور ولا خلصتي؟ جامعه. انت في جامعه؟ شوفي فتحت تحت شويه. وبرده الشكل طبيعي شوي. قوي مش ما نختارش درجه فاتحه قوي. تمام. بصي فوق حبيبي، ده بالنسبه للكونسيلر. اوكي. برضو لو مثلا عندنا بقعه في بشرتنا، حبايه، اي دي فوق برضو بحط نقطه كونسيلر وبوزع. تمام. اوكي. بالنسبه بالنهار حلو البلاشر الكريمي بيبان طبيعي اكتر. تمام. في حاجات يعني مثلا بنستخدمها بتبقى طبيعيه. انت بتبقي عايزاه بس يعني بلاشر الكريمي بتبقي حباه بس للصبح ومش عايزاه بعد الظهر؟ بينفع للصبح وبعد الظهر. بس الصبح هسالك بقى السؤال الخبيث، ما بيزيدش؟ لا لا بنحطه وبعدين ما احنا بنثبت بالباودر، لوز باودر او كومباكت باودر. في ناس بقى بتبقى بشرتها بتمتص الحاجه على طول، يعني تحط الميك اب من هنا ما تلاقيهوش. ما هو انا بصي لو انا مرطبه وحتى السام بلوك بتاعي ما تقلقيش. يعني انا عامله زي ليرز كده بمشيها فالدنيا بتبقى كويسه. اللون كمان ما يبقاش شديد قوي علشان بالنهار بلاش الالوان الفقعه. يعني انا اخترته لها على خوكي كده شويه، هي علشان بشرتها بيضة. هي عشان بشرتها بيضة. بصي في الاخر هيطلع اللوك طبيعي قوي يعني. اوكي. ممكن برضو فوق العين غمض عينينا كده. المفروض نقول لهم في القناه يجيبوا مرايه عشان تبقي قاعده. لا ما انا مرايتها. ريلاكس. هو ايه الفكره في ان اي ميك اب ارتست ما بيحبوش مرايات وهما شغالين؟ علشان ما شتتهاش. وهي لازم تبقى واثقه فيا. انا هديها في اللوك، في الاخر حلوه يعني. هما بنقعد يروحوا ساحبينها مننا المرايه على طول. علشان انت ما تتلخبطيش. وبعدين وانا بشتغل في الاول خالص الوش يبقى مش باين الدنيا انا هعمل فيها ايه. ما افضلش بقى اقول لك حطي وشيلي واعملي وما لخمكيش كمان، افضل طول من قاعده احط ارائي. لون واحد بس بالنهار مش اكتر، بلاش نحط كذا درجه وكذا لون، حاجه بسيطه قوي كده. اوكي. وبعدين نحط ماسكارا. طب قولي لي اللون ده بيفرق بقى، يعني مثلا لو عندي مسافه ما بين الحاجب والعين نفسها الحته دي جفون يعني دي واسعه مثلا باللون بيفرق؟ لا مش اللون، تركيبه اللون والرسمه. لكن انا مثلا بالنهار غير السواريه، انا خارجه بالليل عندي فستاني فيه الوان، ممكن اعمل كذا لون على حسب التبطينه والرسمه بتاعت عينيا. لكن يعني في حاجات بتوسع شويه المنطقه دي وفي الوان توسع والوان تغمق؟ لا الرسمه بتاعت العين. يعني انا ممكن بلون واحد اوسع لك عينيكي واسحبها واعمل لها وينج، وممكن بمجموعه الوان تضيق اكتر. انا بس الفكره بالنهار بلاش الزيطه بتاعت الالوان. يعني وان كلر كفايه قوي بالنهار بحيث ان هو يبقى طبيعي يعني وشكله حلو. بالليل بقى لو سهرانه او لوكس واري نعمل الوان كتير. طب وبمناسبه الالوان بقى، الموضه السنه دي ايه دخلت الربيع والصيف؟ الحاجات الكشميرات دي مستمره بقى لها كذا سنه. اختراع رائع. انا شايفاه اختراع رائع بصراحه بجد. وعلى حسب اللوك برضو، وعلى حسب الفستان يليق على كل البشره، يليق على كل اللبس يعني. ايوه بصراحه خلي عندك الوان جميله. احنا كده فاضل الماسكارا لللوك بتاعنا عشان يكمل. تمام. واللبستك. اوكي. انت لما حطيتي بلاشر ما حطيتيش زي ما كانوا بيعملوا زمان على المناخير والقوره والدقن؟ بصي انا مش عايزه اللوك يبقى اوفر. احنا عايزين يعني كل حاجه تبقى باينه طبيعيه، وهي ما شاء الله هي مش محتاجه. يعني عارفه وكل حاجه ما كانت بسيطه كل ما بتظهر جميله. تمام. ممكن تيجي كده عليها شويه ساعديها يا نور، اديلها فرصتها. بصي انت بصي تحت، بصي تحت ما تغمضيش. ده ميك اب سهل ممكن يتعمل مثلا في 5 دقايق قبل بالزبط. ما تنزل الجامعه او اي مشوار صح؟ بالظبط كده.
تمام. بصي تحت كده. طبعا في حاجات دلوقتي تمام، اللاشز اللي هي دايما اللي بتقعد مثلا 3 شهور دي بتسهل برضو حاجات كتير. بس صغننين قوي على انهم يحطوها دلوقتي. لا عادي والله بيعملوها البنات وبتبقى جميله. بتفضلي اللي هي تبقى واحده واحده ولا تبقى كلها على بعضها؟ لا لا الوان بيس، لا الوان بيس تقيله قوي على العين واللوك بتاعها ما بيبقاش شكله حلو. الهير باي هير هي اللي بتبقى حلوه قوي. بس بتقع بقى فجاه يعني، واحد وقع كده يلاقي واحده لا لا لو الماتيريال قولي لي اقدر احافظ على المده بتاعتها قد ايه هقول لك. اولا هو جلو في الاول وفي الاخر جلو واحنا لازقين بيه فلازم ما يبقاش في اي مثلا ميك اب ريموفر فيه اويل، وانا بشيل المكياج عيني ما يبقاش فيه اويل خالص علشان خاطر ما يشليش الرموش اللي انا عاملاها. وما فرقش عينيا، لازم اغسل اغسل جامد قوي يعني. لا 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 فرك عينا لو فرقنا عينينا بتنزل الرموش لانها اكستنشن يعني. بس هي اللوك بتاعها بيبقى ظريف قوي بيخلينا ما نحتاجش ممكن ماسكر. بس احنا طبعا معانا الموديل القمر. طب وما بتعملش اي تقل على الرموش الرئيسيه خالص الوان باي وان؟ لا لانها بتركب بين الرموش وبتبقى طبيعيه جدا. وانت بتختاري الفوليوم اللي انت عايزاه. في ناس بتحب الرموش الثقيله متعوده على الوان بيس الثقيله فبتختار الفوليوم اللي هي ليها كثافه. وفي بنات يقولوا لي لا احنا عايزينها الوان باي وان اللي هي الكلاسيك الهاديه قوي، بتبان فعلا طبيعيه جدا مش يعني ان هي رموشك. ابتدوا دلوقتي البنات اكتر يعملوا تجميل، حاجات التجميل اكتر اللي هي الدايمه يعني. الحاجات اللي هي بصي لا يعني زمان الفكر ده ما كانش موجود. لازم حاليا تعجز شويه او تكبر شويه في السن تبتدي بقى تشوف ايه الديفوهات اللي ظهر عندها وتحط منها. لا 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 بنات لا من 17 سنه و18 سنه بيجوا عندي بيعملوا الرموش. المايكرو بليدنج طبعا، ان انا مش كل يوم الصبح ارسم حواجبي. الميك اب الدايم ده هو يعني مثلا الضوافر طبعا الحاجات الهارد جيل والحاجات دي. بقول لك الميك اب الدايم اديله مثلا سنتين كل الناس راحت له، ان هي تصحى الصبح الفول ميك اب بتاعها معمول. الا بقى لو رايحه سهره طبعا بنزود. بس صغيرين قوي على كده يعني لسه قدام شويه. بصي انا مش بقول بس مش بقول بس بنات الجامعه طبعا، لا انا بتكلم علينا احنا كستات كمان. ما فيهاش حاجه لما يعني ادلع نفسي كده. ايوه تصحي مبسوطه طبعا. اصحى كده من النوم الاقي الدنيا جميله كده. انا فاضلي بس ممكن نحط الروج وخلاص مش اكتر من كده، وخلاص كده اللوك كده يبقى تمام. في غسول بقى بيضر البشره وغسول عادي يعني؟ ممكن حاجه لو ما حطيتهاش نفس نوع البشره تضرني؟ اكيد لو انا بشرتي دهنيه واستخدمت غسول للبشره الجافه هيبهدل بشرتي، هيطلع لي حبوب في كل وشي وهيبوظ لي وشي. لازم الغسول يبقى ماشي مع البشره. طب عندك فكره ممكن نبقى في حاجات نقراها عليها من بره يعني نسهل على الناس؟ لا شوية. الفكره اللي اقولها ان هي لازم تبقى عند الدكتور ويقول لها انت نوع بشرتك ايه وتستخدمي ايه. لا يعني في ناس تقرا مثلا مش عارفه 0% حاجه، الحاجات دي بتبقى مكتوبه على العلبه؟ لا من بيبقى بره. مكتوب على كل حاجه دي للبشره ايه يعني. وهي خلاص هي رايحه تشتري من الصيدلي هتقول له مثلا انا بشرتي دهنيه انا محتاج، وهي تبقى عارفه ال هنا في دهون او البشره بتفرز زيوت بعد ما تغسلها مثلا بساعه دي بشرتها دهنيه، اللي بشرتها بتقشر بشرتها جافه، كل حاجه تستخدم لها الغسول المناسب دي بتوفر لها مشاكل كتير قوي. تمام كده انا كده نور بقى. بصي كده نور بقت قمر. هي قمر قمرين. فبصي اللوك بسيط. اتفضلي بس يا نور تشكري ليكي. خليكي حبيبتي خليكي مكانك. عايزه نشوف بقى المشاكل اللي بتحصل لنا بما انك معانا بقى هنستغلك على قد ما نقدر. تحت الاسمرال بيبقى تحت العين في لو مالوش حاجه وراثيه او مرضيه مرضيه. اولا السهر طبعا عشان المذاكره بلاش نسهر. أيوه. كتير على الواتساب. شرب القهوه. كمان في حاجه البنات مش بياخدوا بالهم منها، انا بحط ماسكارا وبحط كحل وحاجات في عينيا ومش بشيلها كويس قبل ما انام، فبتبتدي تنزل وتترسب وتتكون تحت العين بتعمل هالات سود ويبقى صعب جدا ان انا اشيلها. يعني هي خطوه واحده تعملها قبل ما تنام، طالما انا حاطه ماسكاره وحاطه كحل بشيل الميك اب بتاع العيون بالميك اب ريموفر بتاعي. لازم اشيلها قبل ما انام، دي بتوفر لك حاجات كتير. وطبعا استخدم الاي كريم المناسب برضو لعينيا كل ليله.
طب في ناس بتبقى الشفايف عندها سودة برضو مع انهم مش مدخنين او حاجه، بيبقى في غمقان شويه، يبقى مش بترطبها. الترطيب بيخلي المنطقه فاتحه، يعني انا لو برطب شفايفي واعمل لها سكراب على طول هتبتدي الجلد الميت يبقى مش موجود. طب ما تقولنا سكراب كده سريع لتحت العين مثلا تحت العين لا تحت العين ما عملوش اي سكراب. السكراب هيبقى للبشره او للشفايف. سكراب الشفايف انا قلت لك في اول الحلقه في السكراب اللي هو زيت الزيتون ونص معلقه خلاص ده كتبنا، يعني عايزين حاجه نستجيب حاجه تانية. القهوه القهوه اللي هي النسكافيه سريع التحضير بحطها وبحط معلقه وبعمله بميه بعجنه بميه وبحطه على بشرتي لغايه ما ينشف وعلى شفايفي لانه كمان بيغذي البشره كويس قوي. بعد كده بعمل بيه دواير، بتبقى في نقطه ميه في ايدي وبعمل بيه دواير اعمله سكراب. طب السكراب المشهور اللي هو ليمون وعسل وسكر؟ لا ليمون على البشره بلاش وعسل على البشره بلاش ولا على الشفايف. لا في كمان الترمس المطحون، الناس اللي بشرتها دهنيه ومحتاجه حاجه ماسكات طبيعيه الترمس المطحون ده تحفه. برضو بتعجنه بميه بس من غير ميه ورد من غير حاجه عشان ما يحصلش، يعني ترمس مطحون ايوه ومش مسلوق يعني او حاجه؟ لا 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 هو بيجي من عند العطار ترمس مطحون بودر كده. بتعمله بنقطه ميه برضو وبتفرده على وشها، ده بيبقى سكراب تحفه، منه ماسك ومنه سكراب وبيفتح حلو قوي. ايه عندنا تاني من المطبخ ممكن ناخده كده ونستخدمه؟ بصي بجد الماسكات الطبيعيه مثلا. الخميره لو هي عايزه تعمل فوليوم شويه لخدودها وشفايفها بتعمل فوليوم حلو قوي، بس الناس اللي عندها حساسيه بلاش، يعني تجرب الاول في منطقه في مداريه، يعني تعمل ماسك القهوه سوري الخميره. ساعات بيعمل دواير حمراء عند ناس فهي هو حلو قوي بميه برضو بميه بس مفيش اي اضافات تانية؟ لا على حسب، يعني ما جودش مثلا احط عليها شويه زبادي هو شويه بصي عسل؟ انا بقول لك الاساسي بس على حسب، يعني العسل لو ما كانش اصلي بلاش تحطيه على بشرتك لانه لو سكر بلاش تحط على البشره. في ماسكات كتير قوي، وبعدين الماسكات الطبيعيه لو ما نفعتنيش ما بتضرنيش، يعني بستخدمها وانا مطمنه بس برضو على حسب نوع بشرة. بس بتقولي لي الليمون لا ممكن، الليمون بيعمل حساسيه جامده للبشره بيلهبها، وبعدين ممكن يغمقها يعني يعمل احمرار جامد وبعدين يقلب لون اسمر، واحنا مش عايزين ده. ودايما بعد اي سكراب او ماسك ارطب، اغسل وشي وارطب باي كريم موجود؟ لا مش اي كريم، بالمخصوص لبشرتي. وبلاش الحاجات اللي هي فيها عطور، أنا طبعا مش هقدر اقول اسماء بس الماركات اللي ليها عطر اللي هي بنحطها في ايدينا وفي رجلينا بلاش نحطها على وشنا. في حاجات طبيه وبتبقى مخصصه للبشره. جينا بقى للحاجات الطبيه، في كريمات معينه او مراهم موصوفه لتفتيحات في الوش او مثلا لو كانت في الكوع او كده. اوكي. دي مراهم طبيه 100% ما بتستخدمش الحاجه، يعني مش مستخدمه للغرض ده بس بيستخدموها جدا الميك اب ارتست او مثلا البيوتي سنترز. معروف اسمه بس طبعا مش هقدر اقوله. فعامه في التقشير او مثلا لو عايز مشاكل في الكعب او كده يقول لك على طول حطي المرهم ده واشتغل، هو مرهم اساسا حاجه خاصه بالحساسيه، فانت مع حاجه زي كده ولا على اللونج رام بيعمل مشاكل؟ لو على جسمي يعني امان شويه، البشره بتاعت جسمنا تستحمل شويه، انما على وشي لا ده ما فيهوش هزار. لازم تكون وصفه لي دكتور او دكتور، يعني حد يبقى وصفه فاهم في الحاله بتاعتي، لان في ناس بيبقى عندها حساسيه من المواد دي. يعني هي استخدامها على المطلق كده لا انا ما انصحش بيها، الماده اللي حضرتك بتتكلمي عنها على المطلق لا ما تنفعش. وكمان لما بنستخدمها على البشره بنستخدمها في اضيق الحدود وبحط عليها كريم مرطب علشان اقلل من الضرر بتاعها على قد ما اقدر، لان هي بتقشر البشره شويه وبتعمل زي تهيج للبشره، فانا بحط معاها كريم مرطب بكميه معينه. فبلاش لو هي الدكتوره وصفهولي ماشي اعمله بالطريقه اللي هي تقول لي عليها. لا هي بتبقى نصيحه من الميك اب ارتست او البيوتي سنتر بتبقى شغاله لا هي بس هي على طول بتبقى يعني درجه، يعني قصدي بتبقى حاجه درجه. ما هو مش كل حاجه درجه احنا نمشي وراها، في حاجات ممكن تضرنا وبالذات البنات بقى اللي لسه ال 16 سنه وطالع، لا لازم الحاجات دي تبقى موصوفه من دكتور علشان بشرتها ما تلتهبش. فهماني؟ طيب الامهات دايما عشان ماشيين في الشارع على طول تمارين نودي مدرسه شغل الحاجات دي دايما بيبقى فيه الكف الايد بيبقى اسمر شويه من بقيه الجسم. تمام. ده ليه علاج معين غير خالص الجوانتي اللي هنلبسه طبعا؟ لا عشان ده مش منطق يعني. انا بتكلم بصي سكراب
اي سكراب في الحياه ممكن اعمله لايديا مفيش مشكله خالص. وبعدين في حاجه تقدر تفتح شويه؟ ما انا هقول لك في كريم بس طبعا مش عارفه اقول اسماء. في كريم مرطب مشهور قوي هو التيوب بتاعته يعني رخيصه في الصيدليه بنستخدمه لكعب رجلينا ممكن نستخدمه لايدينا كف ايدينا. اعرفه منك بعد الحلقه. حاضر. بعد ما اعمل السكراب ده احط الكريم المرطب وانام خلاص. الصبح لازم احط سان بلوك. طول ما ايدي هتتعرض للشمس هتغمق. بتنامي لابسه مثلا حاجه في ولا اي حاجه؟ انا خلاص عملت السكراب شلت كل الجلد الميت ده ممكن مرتين في الاسبوع كفايه قوي. وبعدين برطب. الترطيب ده يبقى يعني كل ليله. الصبح وانا نازله طالما ايديا هتتعرض للشمس هحط سان بلوك ايديا زي رقبتي زي وشي. وليه بكل درجاته يعني بيبقى دايما في برسنتج كده للسان بلوك؟ يعني مثلا يقول لك مش عارفه 7% 9% الحاجات دي. لا ده بوصل لغايه 50%. فاحنا يعني باخد مثلا اقل درجه لان اساسا هو استعمال يومي ولا باخد الدرجه المناسبه؟ لا لا 50% ده كويس بيبقى حمايه كويسه وبتبقى شركه كويسه يعني. في شركات مصريه كتير بتعمل سان بلوك هايل والتغطيه بتاعته حلوه وبيجيب نتيجه حلوه. دلوقتي بيقول لك السان بلوك واحنا قاعدين في البيت كمان عشان واحنا علشان التلفزيون والموبايل زيه زي الشمس. فطول ما انا بستخدم الحاجات دي يبقى انا برضو احط سان بلوك. هي يعني ستيب واحده بنعملها في اليوم بس بتوفر علينا حاجات كتير. ده بيمنع الاسمرار بتاع الايد. بس الا لو هي ايدي سمراء عادي يعني السمار ده حاجه حلوه. لا ده لطيف طبعا نص الجمال. طيب بس يبقى حاجه صحيه يعني بس ما يبقاش حاجه زياده عن اللزوم. ايوه. طيب الشعر بقى ندخل في مرحله الشعر كده. ناخد دقيقه قبل ما ننهي البرنامج قولي لي حاجه فكره للشعر او وصفه ممكن تساعدنا ان احنا تبقى الدنيا احسن شويه. طبعا بتبقى لو في فيتامين او حاجه بتبقى ماشيه عليها لان احنا طبعا الغذاء بتاعنا ما بيبقاش كامل 100%. هو المفروض نشرب ميه كتير وناكل فاكهه وخضار بس احنا يعني بنقصر في الحاجات فنكمل بفيتامين. ده حاجه عشان من جوه. الزيوت الطبيعيه حلوه قوي للشعر طبعا زيت الزيتون يجنن زيت جوز الهند. الزيوت دي لو اعمل حمام زيت مره في الاسبوع احط الزيت على شعري بكميه كويسه. الزيت ولا الكريم اني احلى؟ لا ده حمام زيت. الزيوت الطبيعيه بتغذي الشعر جدا بتدخل جوه بصيله الشعر وبتغذي لي الشعر وتطري الاطراف. في نقطه كمان حلوه عايزه اتكلم فيها حمام الكريم ايا كان نوعه والبلسم بلاش احطهم على فروه شعري. يعني انا باخد الشاور بتاعي اغسل بالشامبو اغسل فروه شعري كويس قوي بس طالما هحط حمام كريم او بلسم احطه على اطراف الشعر بس. لما بحطه هنا على الفروه بيقفل المسام والشعر بيقع. مشيره حماد طبعا احنا لو استمرينا معاكي في اسئله عايزه اقول لك طول ما انا شغاله الكنترول عمال يسال اسئله ورا بعض ورا بعض ورا بعض. تحت امرك. ليكي مره تانية معانا ان شاء الله تنورينا. ميرسي يا حبيبتي. ميرسي يا نور نورتينا جميله وزي القمر. زي القمر. ميرسي يا مشيره ونشوفك في حلقه تانية ان شاء الله. نشوفكم الحلقه الجايه ان شاء الله.